تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي، وبرعاية دكتور نيوتريشن. إذن في هذا البرنامج نحاول قدر الإمكان التواصل معكم وفتح قنوات التواصل حقيقة لاستقبال آرائكم، اقتراحاتكم، ملاحظاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم بشكل أو بآخر في دفع عجلة التطور وتنمية الخدمات الصحية التي تقدم من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات التابعة لهيئة الصحة، وأيضا المراكز المتخصصة كذلك. فأهلا بكم بملاحظاتكم باقتراحاتكم على الأرقام التالية 600-55-1414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006، وأيضا متواجدين معاكم عبر حساب نور دبي على الانستغرام، وكذلك على حساب DHA_Dubai. اذا عيسى قلت رقم المسج ولا قلت ها؟ المهم 4006، تعرفونه ما في داعي اعيد عليكم وايد. طيب مستمعينا، نبتدي معاكم حلقتنا اليوم فيها العديد من المواضيع. ما نبتديها اول شيء بالتنويه الخاص بسلامه اللي دائما ما تسلم عليكم. فنقولكم مستمعينا اللي بيزور مستشفى راشد، مركز دبي للامراض الجلديه، عيادات المطار، مركز دبي للعلاج الطبيعي واعاده التاهيل، ومركز البرشه، ها يعني أهم شغلتين مستشفى راشد مستشفى ومركز البشر البرشة، وايد ناس موجودين فيه. تضحك ميرة تضحك. إنزين لازم تجيبون معاكم الوثائق الرسمية اللي هي الهوية الإماراتية، البطاقة الصحية، وبطاقة التأمين إن وجدت. هذا عشان تسجلون بياناتكم ويربطونها بالملف الطبي الإلكتروني الموحد سلامة. وهذا الإجراء لمرة واحدة يا مستمعينا ويا متابعينا، مرة واحدة بس، لكن بيساهم إن شاء الله في حصولكم على خدمة أسرع، وأيضا خدمات متواصلة لهيئة الصحة في ملف طبي موحد. إذن أيضا نتمنى منكم بعد كذلك تتعاونون بعد كذلك مع الإخوان اللي يشتغلون هناك يا جماعة الخير. أحيانا ممكن شوية تأخير، حد مو ماخذ إيديه على السيستم الجديد ولا شيء، يمكن سبحان الله، لأن هذا نظام جديد ليه ما تعود عليه. فمن يتعود عليه الموظف خلاص يصير إيزي يعني. فطولوا بالكم وتعاونوا مع الجماعة اللي هناك، لأن هم ياسين يشتغلون لمصلحتكم. عموما صباح الخير عليكم جميعا. وأيضا نتكلم اليوم عن شغلة جميلة اللي هي الإصابة، والله مو بجميلة بس الجميل أنك تتعرف هذه المعلومة. الإصابة بمرض تنفسي يزيد خطر التعرض لسكتة قلبية 17 ضعف عن اللي ما عنده يعني شو اسمه مرض تنفسي. تقول الدراسة يزداد خطر الإصابة بسكتة قلبية ازديادا شديدا عند التعرض لمرض تنفسي مثل الإنفلونزا، التهاب الشعب التنفسية، أو الالتهاب الرئوي، وفق دراسة أسترالية. حيث قال البروفيسور جيفري توفلر المتخصص في طب القلب في جامعة سيدني ومستشفى رويال نورث شور،
هذا اللي أشرف على هذه الدراسة، تؤكد أن هذا الخطر الذي يزداد 17 مرة لا يرتفع بالضرورة مع بدء العوارض، لكنه يشتد خصوصا في الأيام السبع الأولى من المرض قبل أن ينخفض تدريجيا. وشملت هذه الأبحاث 578 مريض تعرضوا لجلطة قلبية إثر انسداد شريان تاجي. وكشف الباحثون 17% من المرضى عانوا من أعراض مرض تنفسي قبل الأيام السبعة التي سبقت الجلطة القلبية، 21% في الأيام 31. وأوضح الطبيب توماس باكلي الأستاذ المساعد في كلية العلوم التمريضية في جامعة سيدني الذي شارك في هذه الدراسة أن وتيرة النوبات القلبية هي الأعلى في الشتاء، مشددا على ضرورة التلقيح ضد الإنفلونزا والالتهاب الرئوي لتخفيف الخطر. وبحسب الباحثين من شأن الأمراض التنفسية أن تعجل في تخثر الدم وتزيد من التوكسينات التي تضر بالأوعية الدموية، ما قد يفسر الارتفاع الملحوظ في خطر الإصابة بأمراض قلبية وعائية. واضح يعني الدراسة تربط ما بين الزكام أو الإنفلونزا بالتحديد والأمراض الخاصة بي اللي قد تصيب الجهاز التنفسي بالسكتة القلبية. يعني نسب صراحة تخوف، يعني ان واحد يقول لك ان 17% من المرضى اللي عانوا من أمراض مرض تنفسي في الأيام السبعة اللي قبل الجلطة القلبية، و21% في 31 يوم، يعني في علاقة بشكل غير مباشر. هذا ما تدعو إليه الدراسة، فالواحد يحاسب يا جماعة الخير، خاصة اللي قلبه رهيف مثل عيسى ما شاء الله قلبه رهيف، دائما حساس، ابتسامته جميلة، يعطي الواحد دفعا يقدم البرنامج وهو مستانس. يا سلام عليك. إذن معانا في الإخراج اليوم عيسى سبيل، ومعانا في التنسيق ميرا الغفري. ميرا كانت تحاول تتواصل مع أحد الشخصيات اللي تعودنا عليها حقيقة في الصباح، ولكن يمكن ميرا عندها تغطية أو عندها شيء، فعشان تي إذا ما قدرنا نوصل حق الأخت أسماء الجناحي مو مشكلة، هي أكيد عندها تغطية معينة تبغي تحاول أن يعني توجدها لنا إن شاء الله عبر وسائل التواصل الاجتماعي في هيئة الصحة بدبي. اليوم يعني مواضيعنا وايد متنوعة مستمعينا، ما نتواصل معاكم حول هذه المواضيع، ما نبتدي يعني على حسب اللي موجود معنا في الاستوديو. دكتورة تعرفتوا عليها، دكتورة عليا الشواب، أخصائية التغذية العلاجية بمستشفى راشد، وبتكلمنا اليوم عن فعالية قسم التغذية معا لمجتمع صحي وسعيد، وعن الفعاليات اليوم العالمي لارتفاع الضغط الدم في مستشفى راشد. ونمر سبحان الله ما أدري كل ما في مباراة حق ريال مدريد يطلع لي في الاستوديو، شو تبغي يا نمر؟ شو تبغي؟ بارك الله فيك. ها انزل. عموما دكتورة أول شيء صباحك الله بالخير ونورتينا. صباح النور والسرور. أنا يعني قبل لا أدخل في الحديث عن هذه الفعالية اللي أنتوا قدمتوها، أنا بقرأ يعني في شغلة وايد فاكهة نحن يمكن غافلين عنها اللي هي الرمان. يقولك في علماء سويسريون اكتشفوا أن في مادة مستخلصة من ثمار الرمان فيها مكونات محتملة ومقاومة للشيخوخة، وهذا في تطور من شأن تعزيز سمعة هذه الفاكهة كغذاء حارق. وذكر الباحثون في معهد إيكول بلوتيكينيك فيدرال دي لوزان في دورية نيتشر ميدسن أن إعطاء مادة اليورولاتين زين إيه، وهي مادة حمضية تفرزها بكتيريا لفئران متقدمة في السن، ساهم في تحسين قدرتها على الركض بنسبة 42%، وينتج هذا الجسم نوع من الأحماض حين تقوم البكتيريا في القناة الهضمية بتحليل مكونات موجودة في الرمان تعرف بإقلاقيتانيس، صح شي اسمها؟ إيه زين. يعمل هذا الفريق البحث السوري مع شركة معينة لتطوير مكمل غذائي ربما يساعد على تحسين قوة العضلات والقدرة على التحمل عند التقدم في السن. شو رأيك أنت؟ هل الرمان بالفعل يقاوم الشيخوخة؟
العوامل اللي تقاوم الشيخوخة هي تكون فيها مادة نحن نسميها الانتي أوكسيدنت أو مضادات الأكسدة. مضادات الأكسدة هي نفسها اللي تقاوم الشيخوخة، أو بمعنى أصح نحن نقول تأخر الشيخوخة. فالرمان، التوت البري، الفراولة، هذه أنواع المجموعة من الفواكه هاي هي اللي نحن نستعملها أو نأخذها بانتظام عشان تفيدنا بالأنتي أوكسيدنس أو تقاوم الشيخوخة. أنزين، نحن ما نتواصل معك إن شاء الله من بعد الفاصل، بس أذكر بأرقام التواصل معنا 600551414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006، واللي عنده أي سؤال في التغذية بشكل عام ويبغي يتعرف أكثر وعنده أي ملاحظة كذلك على المواضيع اللي تقدمها هيئة الصحة بالبين، نحن متواصلين معاكم في هذه الحلقة، وموجودين DHA_Dubai على الانستغرام وأيضا على انستغرام نور دبي، ويعطيكم العافية، منورين، صباحكم خير، شكرا لكم، منورة دكتورة، يعطيكم ألف عافية. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله صباحكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. طبعا مستمعين كنا نتحدث يعني عن بعض المواضيع الخاصة بإدارة التغذية، وعندنا فعالية عن قسم التغذية مع المجتمع الصحي وسعيد، ما نعرف عن هذه الفعالية، ولكن نذكر بأرقام التواصل معنا 600551414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006. وأيضا قبل نرجع للدكتور علي شواب أخصائي تغذية علاجية في مستشفى راشد معانا، بس هذه المداخلة الدكتورة ناخذها من أبو مصبح ومنكمل موضوعنا. صبحك الله بالخير يا أبو مصبح. السرور والسرور يا أخوي محمود والأخت دكتورة ندى وبنت الشويب، الله يحفظهم ويسعدها إن شاء الله، والخليفة والعاملين كلكم إن شاء الله على هالبرنامج الطيب هذا. النور سوى البارحة تكلمتنا أبو مصبح على موضوع لا وأشكركم وجزاك الله خير، واليوم بادرنا عن أبو عمر وقلت لما أشكرنا فأشكر الله. بالعكس أنا ملاحظة ما بشكوى، هي بالعكس بالتحسين وللأفضل، ونحن مهما نسوي قلناكم ما نوافي حق هيئة الصحة ما شاء الله على الخدمات اللي يقومون فيها والبرامج هاي التثقيفية والمفيدة للمستمعين والمرضى، الله يشفيهم ويعافي كل مريض الله يطول أعماركم. آمين يا رب. مباركم يعني جزاك الله خير. أوجه تحية لأخونا فاضل البلوشي اللي هو عند الاقتراحات. إيه فاضل من وصل صوتك على السريعة. يستاهل. يعني رحاب الصدر يعني وما شاء الله عليه. فاضل رجل لطيف حتى ابتسامته دائما على وجهه ما تفارقه. عندك اي سؤال خاص بالتغذيه شيء تبغي توجه حق الدكتوره عليا ومصبح؟ انا بغيت اقول له دكتور انا من النوع اللي اعوذ بالله من انا ما اكل يعني ما اكل انا غير الشاي الحمر وهذا والقهوه، بس سبحان الله عندي بسرعة اني امتن مثل ما يقولون يعني واتحرك وايد دكتوره، يعني ما بدني يصح اني جالس على المكتب بس حركي اتحرك في البيت اتحرك هني اتحرك في المكان اتحرك، صح اني ما اسوي رياضه الصراحه بس قول هذا بس اتحرك بس ما الوزن كل ما يزيد. انت ربك يا رجال الحمد لله، قول الحمد لله. الناس يدورونها يقولون الاول في ديدان في البطن شيء ما تخلي شو اسمه الاكل يتم. يا ريت ديدان كان ما كان خف علينا شويه. تقول لك خليفة عليك بالخيل. ايه يا الله معروف هذا دواء هذا موجود اقول في المخبار موجود هذا. طيب والعمرك والله يطول عمرك وشكرا لكم. شكرا على مشكور. تفضلي دكتوره ابو صبح كان يتكلم عنها. اول شيء صدق في ديدان تاكل مع الواحد في بطنه؟ على حسب نوع الأكل، إذا أنت ماكل أكل مو مغسول أو خضرة ما مطبوخة عدل يعني نوعا ما في نسبة إنه يكون في لا سمح الله يعني. يقولون في عيسى يقول لي أنت مصدق؟ أقول له إيه. لا في في. إنزين طيب بمصبح يقول يشرب شاي وقهوة دكتورة ما يمتن ما يأكل. في أجسام نسبة الخيل زين فيها حقه؟ مرتفعة. الخيل زين؟ إيه زين. نسبة الأيض تكون فيها مرتفعة يعني ها شيء عادي يكون مثل عامل وراثي أو على حسب الهرمونات. طيب في وايد أسئلة عندي على السوشيال ميديا دكتورة يعني ناخذ على السريع عشان نفضى شوية حق الفعالية مالتكم إن شاء الله. ولا؟ إن شاء الله. إنزين في أحد كان يتكلم يقول الكل يسأل عن الرجيم، أنا بنظام عشان أمتن شو أسوي؟ بروتين. هو البروتين أفضل أنواع الأغذية.
المركبات التغذوية اللي نحن نقولها أساسا نزيد الوزن، البروتين، الدهون النافعة. صوتي ما ينسمع. لا ينسمع، بس عيسى عنده ما شاء الله ملاحظ، يقول لك بس نزل الكرسي الحين، الكرسي ما بينزل شي شوية بس عشان الحين شي تخرب انت اللقطة مالت الانستغرام. انزين ما عليه دكتورة. انزين اي، فتقولي لي البروتين. البروتين، الدهون النافعة، الألبان، مشتقات الألبان، الحليب، الروب، اللبن، هاي الأشياء كلها تساعد أن تزيد الوزن بشكل صحيح بعيدا عن الدهون الضارة والنشويات. طيب، أتقدم بالشكر الجزيل لمستشفى راشد من الإدارة وأطباء طوارئ على سرعة الاستجابة مع ابني الذي ابتلع قطع معدنية بالخطأ وتم علاجه والتعامل مع الحالة، وأخص بالشكر الأخت منى والدكتور فيكتور بطرس. شكرا لك. صوته منخفض لأن نسمعكم شوي، نحاول قدر الإمكان أن نعطيكم الأصوات بشكل جيد. صباح الخير، أنا عندي أنيميا منجلية أنزين، ولي أسبوع وكم يوم أستخدم فوليك أسيد وحديد، بس أحس نفسي مرة تعبانة ومفاصلي توجعني، ويمكن يكون من الفوليك والحديد، ولا إيش رأيكم؟ شو رأي الدكتور؟ يمكن يكون في نقص مثلا في الفيتامين دال، يراد تشيك الفيتامين دال اللي يسوي آلام. طيب زين، نتمنى للجميع الصحة. زين، شو أفضل الأطعمة للمعدة؟ لأن صرت من أكل البهارات يسبب لي نزيف دم. أنت قلتي لها بين الفاصل دكتورة أنه تمر عند الطبيب عشان يفحصها ضروري. إنزين، أفضل الأطعمة للمعدة بيض بدون ملح على الفطور وماي، شو رأيك؟ ما فيها شيء، بروتين، البيض غني بالبروتين، كله بيض يعني ما يصير. أفضل برنامج والله، شكرا لك، الواحد يستفيد منه. شكرا لكم. الكل يسأل عن الرجيم، هذا تكلمنا عنه. إنزين، وين عندنا بعد؟ عشان بس أخلص الأسئلة، يعني شو سبب نزيف المعدة؟ ممكن يكون من أكل معين دكتورة؟ لا، كثرة البهارات ممكن تكون سببت تقرحات، شيء تقرحات في جدار المعدة. لا حول ولا قوة. لا تأكلون لازم فلفل. زين، والله الفلفل زين دكتورة الصراحة، يعني الواحد يعطي نكهة في الأكل، نكهة بس هي. يعني لازم باعتدال. زين، شو هي؟ والله ذكرتني عيسى يقول لي سل كفاح، ما أدري إذا كفاح موجود ويانا على اللايف، هذا ما شاء الله يشرب دقوس ما بفلفل بس. عموما، شو الأكلات المناسبة للأشخاص المصابين بالأمراض المناعية؟ شو يعني أمراض مناعية دكتورة؟ شو اللي عندهم نقص في المناعة؟ أوكي، مثل شو يعني؟ يبتعدون عن ثلاسيميا وكذا. يبتعدون عن الأكلات المصنعة، الوجبات السريعة، أنواع الأطعمة المعلبة، هذه تكون فيها نسبة الأملاح ومضايفين إليها مواد كيماوية، ألوان، مواد حافظة، هاي الأشياء تسبب يعني مشاكل. زين، سلطان يقول يعطيك العافية دكتورة اللي تعطينا الجدول الأكل في رمضان. أنت تابعنا في رمضان، نحن متفاجي لكم في رمضان على موضوع الأكل، وهذا يوميا عندنا خبير تغذية في الحلقة. هل الكورنفليكس يزيد الوزن؟ نوع من أنواع الكورنفليكس اللي يأكل الفول بران أو النخاع كاملة، هذا هو اللي يفيد. كيما باراتا ما ينفع الصف دكتورة. مرة ما تضر، مرة في الأسبوع، مرة في الشهر ما يضر، لكنه بشكل يومي. زي هذا متروس فلفل. ما ينفع. أنزل نقص بي 12 وفيتامين دال أتوقع على موضوع اللي كان يتكلم المفاصل. المفاصل. إنزين، خلصنا سيرتكم شوية، بس ما نريح من عندكم يا جماعة الخير، ما نرجع للموضوع الرئيسي مالنا، ما نتكلم عنه، وبعدها ما نرجع حق سيرتكم مرة ثانية. يقول إن في عندكم معا لمجتمع صحي وسعيد، وهذه لفعاليات اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم في مستشفى راشد، خبرينا عن الحملة هذه دكتورة، شو هي الحملة؟ وخبرينا عن الخدمات اللي تقدمونها في قسم التغذية العلاجية في مستشفى راشد. أول شيء، الحملة هاي نفس ما قلت تحت شعار مع المجتمع الصحي وسعيد، نظمتها قسم التغذية العلاجية في مستشفى راشد. هو موضوع نعالج فيه مشاكل صحية وتغذوية تهم المجتمع بشكل عام. نطرح موضوع معين كل شهر على حسب يعني شو يكون المواضيع المدارجة. يعني مثلا الموضوع اليوم كان عن رمضان، التغذية السليمة في رمضان، ودمجنا معاها موضوع اللي هو ضغط الدم المرتفع على أساس أن اليوم هو يوم العالمي لضغط الدم. الحملة عبارة عن محاضرة وورشة عمل ومعلومات تفيد الجمهور في مستشفى راشد، وحاليا مقرنا في
غرفة الانتظار في العيادات الخارجية، وكل شهر بننتقل من مكان إلى آخر في الهيئة. جميل. طيب كل مكان بتنتقلون لمكان آخر في الهيئة؟ في المستشفى راشد، لأن نحن الحين وين موجودين؟ في قاعة الانتظار الخارجية في العيادات الخارجية. جميل. طيب زين، الحين إذا نحن نتكلم، هذا في ريال كان يسألنا عن رمضان دكتورة، زين، فإذا ما نتكلم عن أبرز النصائح والنقاط اللي أنتم تقدمونها في عندكم محاضرة رمضانك الصحي، هاي المحاضرة أول شيء دعوة عامة للجميع ممكن يحضرون؟ دعوة عامة. وين مكانهم مرة ثانية؟ العيادات الخارجية، عيادات المواطنين، قاعة الانتظار. في قاعة الانتظار، عيادات المواطنين، وين مكانه؟ يعني واحد المستشفى وين يروح؟ عند البوابة على طول. على طول عند البوابة. من يفتح الباب تشوفنا يا زين. يا سلام عليكم. زين، فشو هذه المحاضرة رمضانك صحي؟ معلومات توعوية عن النمط الصحي، النمط التغذوي، عن الفطور والسحور، شو البدائل الصحية اللي نحن ناخذها بدل الأشياء اللي نحن متعودين عليها، أهمية شرب الماي، نحن لازم نكثر من الماي، هالشيء اللي نحن طبعا ناسينه. على طاري الماي دكتورة، مو بقبل الأذان، أذان الفير يلطم لي دبة الكبر دبة كاملة ماي، يعني هو بمعدل 8 إلى 10 أكواب خلال فترة الفطور، ما بين من يعني تفطر لين أذان المغرب لين السحور. هي يشرب 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 بس يعني ما مرة واحدة، هي مرة واحدة باعتدال، يعني كل نص ساعة كل ساعة يشرب له ماي، أو حتى يتناول الوجبات اللي هي غنية بالماي مثل الفواكه، الخضرة، هاي الأشياء اللي بتعزز الجسم بالماي. أنا في شباب دوما يبلهم موز. هي الموز غني بالبوتاسيوم. هي يحطون علي يقولوا شو تحران نحن سبلان قرود يا ابن موز، اقول لهم هذا احسن شيء ممكن تسحر. بالعكس هذا حق السحور، نحن ننصح دائما مجموعه الالبان، البروتين سواء كان لحوم بيضة، لحوم حمراء، اجبان، بيض، بقول، وبنفس الوقت نوع من انواع الفاكهه تكون غنيه بالالياف والبوتاسيوم في نفس الوقت. مصرين على موضوع الكرك دكتوره، الكرك ضرر. نوع الحليب، نحن ليش نقول ان الكرك مضر بالصحه؟ نوع الحليب نوع الحليب وكميه السكر المضاف اليه. اما اذا انت بتسوي الكرك في البيت، تعرف ان الحليب اللي انت مستعمل انه حليب قليل الدسم وكميه السكر انت متحكم فيها، فما في ضرر. ذكر انتم كنتوا تطلعون حتى في اداره التغذيه السريريه بعض البروشورات والاشياء اللي يعني تعطي الطريقه الصحيه السليمه لاعداد بعض المأكولات وبعض المشروبات، موجوده عندنا منها الكرك الصحي مسمينه الكرك الصحي، طريقه طبخ الوجبات اللي نحن متعودين عليها في رمضان كلها موجود، ان شاء الله بنتكلم عليه اليوم في الفعاليه. زين، يعني الحين انت طباخه يعني دكتوره، تعرفين تطبخين وتسوين؟ الحمد لله. زين، يعني شيف، ها نقول شيف يعني، بس شيف صحي. زين، عموما نحن متواصلين معاكم مستمعين على 600551414 او عن طريق الرسائل النصيه على 4006، وايضا موجودين كذلك على انستغرام نور دبي، وموجودين بعد على DHA_دبي اللي هو انستغرام هيئه الصحه بدبي. عيسى نطلع فاصل مستمعينا، بعد الفاصل نتواصل، وايضا بنحاول نتكلم بعد خلال الفتره القادمه عن بعض النصائح التغذويه، وكذلك في عندنا موضوع ان شاء الله نقدر نحصل ضيف موجود يكون معانا حول هذا الموضوع. فاصل وراجعين. صحه وسعاده. صباحكم الله بالخير مرة ثانية مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبرعاية دكتور نيوتريشن. طيب دكتورة، نحن نستكمل الحوار معاك إن شاء الله دكتورة علي الشواب، ولكن خليني بس أخذ هذه المداخلة الهاتفية مع الدكتور أنس مصطفى
كتاتا أخصائي علاج طبيعي بمستشفى لطيفة. بيكلمنا دكتور بس ما نتكلم عن قسم العلاج الطبيعي في مستشفى لطيفة وشو هي الحالات اللي يستقبلها هذا القسم بالنسبة للأطفال. إن شاء الله. صباح الخير أخ محمود، الله بالنور لجميع المستمعين الكرام. اليوم نحكي عن قسم العلاج الطبيعي طبعا في مستشفى لطيفة. أوكي، أول بس حاب أعرف شو العلاج الطبيعي للأطفال. أوكي، إن شاء الله. العلاج الطبيعي هو أحد أهم المهن الطبية المساندة التي تقدم خدمات تشخيصية طبعا وعلاجية للأطفال من أجل تطوير مهارات حركية للطفل، مهارات الإدراكية، عادة الطفل قدر إمكان ممارسة حياته الطبيعية كباقي الأطفال. جميل. طيب هذا يعني التخصص كثير مهم، كثير طبعا بحاجة له طبعا في الوقت الحالي، يخدم كثير في أمن الأطفال. طيب خلينا نحكي الخدمات اللي قدمها أخ محمود القسم العلاج الطبيعي. تفضل يا سيدي حبيبنا. عندنا العلاج الطبيعي في مستشفى لطيفة في قسم العلاج الطبيعي عندك عدة أقسام طبعا. علاج طبيعي الأطفال الخدج، علاج طبيعي الأمراض التنفسية، علاج طبيعي الأطفال طبعا المصابين بالشلل الدماغي والدمور الدماغي. شو أكثر الحالات اللي يزورونكم دكتور؟ طبعا عندك عدة حالات. طبعا أكثر شيوعا من الحالات اللي بنستقبلها حالات الشلل الدماغي، حالات تأخر النمو الحركي عندك، حالات اللي هي متلازمة، متلازمة داون، متلازمة إدوارد، عندك عدة متلازمات طبعا، بس هي أكثر شيوعا هي حالات الشلل الدماغي. هني دكتور أنا أبغي أتكلم يعني شو الأشياء اللي تخلي الأهل يعني مثل ساين أو علامات معينة ممكن تساعد على تحديد احتياجات الطفل إذا ما كان يحتاج للعلاج الطبيعي ولا لا؟ حلو، سؤال جميل أستاذ محمود. طبعا هذا السؤال لازم الأهالي يكونوا عارفين مراحل نمو طفلهم. مثلا على سبيل المثال الطفل من بداية ولادته لين 4 شهور الطفل راح يكون قادر أنه يتقلب، عرفت علي كيف؟ أنه يتقلب من جهة للثانية. أوكي، الطفل مثلا بعمر 4 شهور ل6 شهور حاول يتجلس. الأهالي لازم يكونوا على دراية وعلم أنه شو مراحل نمو طفلهم. أوكي، الطفل عمر مثلا عمر على 10 شهور بنحكي أنه الطفل بحاول يجلس بروحه ويحاول يحبي يكون يعني معتمد على حاله بالحضن. فهذه الأمور إذا الأهالي بلاحظوا مثلا أنه في عندك اختلال في مراحل نمو الطفل، مثلا الطفل مش بيحرك رقبته بشكل صحيح، ما عنده تحكم في راسه بشكل صحيح، الطفل ما صار عمره تقريبا 8 شهور 9 شهور ما قادر على الحبو، الطفل مثلا انه بيحاول يقوم يوقف بس بوقف على رؤوس اصبعيه، عرفت علي كيف؟ هذه العلامات هي مؤشر انه لازم تراجع الاختصاصي طبعا دكتور الاعصاب، بعد هيك يروح عند دكتور اللي هو اخصائي العلاج الطبيعي حتى يباشروا في العلاج. بالضبط دكتور. انا ليش سالت هذا السؤال؟ لانه يعني وايد صعب ان الواحد يعرف ان الولد لانه يا نايم يا بعده يحبي، يعني فالفرق ما بين الصغار والكبار شوي مختلف كثير، وهذه مرحله جدا مهمه انا بحب اوصلها للاهالي. حاولوا قدر الامكان تشوفوا ابنكم شو بيعمل. اوكي، حاول مثلا تشوفوا مثلا عمر صار 5 شهور، هل الطفل قاعد انا بيتقلب للامهات طبعا بتقلب، مثلا ابني عم بحاول انه يتحكم في راسه، بحاول حتى اني بعطيه مثلا لعبه بيرفع رقبته فوق، مش الطفل مثلا يكون فلوبي مرتخي، عرفت علي كيف؟ هذه علامات هي بحد ذاتها بتدل انه الطفل بحاجه انه يتابع للعلاج الطبيعي. جميل دكتور، نحن نخصص حلقه خاصه ان شاء الله عن هذا الموضوع وتكون معنا في الاستوديو ان شاء الله مش عبر الهاتف عشان بس نتكلم بالتفصيل عن هذا الموضوع. نحن شاكرين لك دكتور انس مصطفى، جزاك الله خير. وبحب بس انصح الاهالي دائما تحاولوا تتابعوا العلاج الطبيعي للاطفال وما تتوقفوا قدر الامكان، لانه هذا بينعكس سلبا على حاله الطفل. بعد هذا اللي يعني اللي عنده ولده ومحتاج علاج طبيعي ويتوقف يعني حرام حرام صراحه، هذا اجرام في حقه. تابع قدر الامكان، لو ما كان هناك تحسن مطلوب اخ محمود بس على الاقل هو بيحافظ على طفله وما يصير حالته اسوء. صحيح صحيح ان شاء الله. شكرا لك دكتور انس مصطفى كتان اخصائي علاج طبيعي في مستشفى لطيفه كان معنا عبر الهاتف. ونرجع لك دكتوره، وايد اسئله ما شاء الله. اول شيء خلينا ناخذ اسئله الاس ام اس اللي هي على الرقم 4006. يقول السلام عليكم، ما لحقت على كلامكم من البدايه لكن بستفسر عن المحاضره اللي ذكرتوها، وين المكان واي وقت؟ مستشفى راشد، قاعة الانتظار الخارجية في العيادات الخارجية، الساعة 12 الظهر إن شاء الله. سووا من الصبح دكتور، من 7:30 لين 2:30. هي ساعة واحدة المحاضرة. ساعة واحدة زين يعني، بس الورشة والفعاليات مستمرة من الساعة 9 الصبح لين 1 الظهر إن شاء الله اليوم.
إنزين اليوم بس ولا؟ اليوم بس. بس اليوم. طيب يعني اللي بيلحق أظني عنده وقت يمر بالمستشفى راشد يحضر المحاضرة. إنزين يقول أختي الغالية علي أنا أخوك مايد الشغل طالبين مني إني أزيد وزني، شو الطريقة اللي تزيد الوزن يعطيك العافية؟ نفس ما قلنا قبل، أكثر من الأطعمة الغنية بالبروتين، مشتقات الألبان، البقوليات، ويعني ممارسة الرياضة. الرياضة هي تزيد نسبة العضل في الجسم يعني في النهاية تزيد الوزن. طيب بعد دكتورة يعني أتذكر دائما يعني عملية الأنظمة الغذائية هي individual، يعني تكون بشكل فردي بالنسبة لكل شخص عن الآخر، لكن هذه بشكل عام بعض النصائح. هذه بشكل عام. أي زين. يقول بسم الله عندي كوليسترول مرتفع، شو الأكلات المناسبة في هاي الحالة وسلامتكم؟ الكوليسترول أفضل حل أن أنت تنزل نسبة الكوليسترول المرتفع أنك أنت تتبع نظام يعني جدا جدا ملتزم بالأطعمة الغنية بالدهون اللي تفيدك فقط. اللي نفس ما قلنا مثلا أنواع الزيوت اللي هي زيت الزيتون، زيت الكانولا، زيوت النباتية، المكسرات بعد يعني بنسبة قليلة. ولازم لازم لازم اتباع نظام رياضي، لأن بالرياضة بس اللي أنت تروم تنزل نسبة الكوليسترول، مو بس الاعتماد على الأكل. الرياضة يعني بعد دكتورة ما نبغي نثقل عليهم، نقوله مشي نص ساعة كل يوم. أبسط شيء أبسط شيء مشي، أو هو المشي السريع. المشي السريع مو واحد يمشي مشي عن مشي يفرق طبعا. زين خلاص رمضان ياي ما في كرك، يا هالكرك اللي سوالنا أزمة. يقول صاحبي طيار في طيران الإمارات يستشيرني في السحور في رمضان للمسافات الطويلة، وصيته على الموز والحليب وقت السحور، يقول لي نشاط ويقظة طول السفر، بس هو عنده مرخوص يعني لو فطر بعد. اي طبعا. لكن الواحد ما يطوف يوم في رمضان، يحاول قدر الإمكان، لأن يوم مبارك والصيام فيه يعني غير في رمضان الصيام. طيب برنامج متميز ما شاء الله، وأتمنى لكم التوفيق. شكرا لك. طيب في حد كان يسأل سؤال هني دكتورة، أجمل وأحلى تحية للدكتورة علي، وأسأل الله لك التوفيق والنجاح إن شاء الله. بفاطمة. زين نقص الفيتامين بي هنا. السلام عليكم، أنا وزني 108 وطولي 173، أعاني من منطقة الكرش. دكتورة الرياضة ثم الرياضة ثم الرياضة. زين المرأة الحامل كم لتر تشرب من الماء والسوائل؟ بجاوب على هذا السؤال بعد ما نسيت. بندى صباحك الله بالخير. صباح الخير أخونا محمود. سامحني والله نسيتك أنك على الخط. ما شاء الله ما شاء الله ما قلت أنت طيب. الله يخليك لكم أنتم طيبين. الله طول عمرك بندى. سؤالك حبيبي. حبيبي أنا إذا كان أكل يعني ساعات مثل هريس مثل فريد يعني أحصل يعني ارتفاع الكوليسترول طال عمرك. يعني لكن عندنا الناس في البيت ما يفطرون على السمك، يعني سمك مقلي مشبوس يعني كله. بس يأذن على طول سمك يعني. بس يأذن على طول سمك على طول يعني في الإفطار، ما يحب اللحوم غير إلا كل السمك. زين زين يعني ما يشتي ما يداني اللحم أبدا. دكتورة وأنا لا أنا أشكل يعني لحم ودياي طال عمرك، لكن أنا أبغى أعرف يعني هذا الكوليسترول من وين؟ من اللحم والهريس والفريد وهذا يعني ما أعرف يعني. إنزين أحب أخبرك الدكتورة بعد بخبرك إن أبو ندى ترى عنده. سلامي حق أختنا ندى بعد، وسلامي حق أخت علي وكلكم. جزاك الله خير يا أبو ندى. حياكم الله. مشكورين. هذا أبو ندى مستمعنا الدائم، وأيضا يعني للمعلومات إن عنده سكري، وعلى حسب كلامنا يقول قبل يوم قبل لا يرقد كان يأكل خاشوقة عسل. ما شاء الله. إنزين فهي اللي سوت للسكري، وأقول مو من العسل، يقول لا هي اللي سوت. على حسب النشويات بشكل عام والسكريات، ما بشرط تكون في العسل بس، في الخبز في العيوش. صح. أنواع الخضرة مثلا البطاط الذرة هاي الأشياء. وبالنسبة للكوليسترول هو ياس يقول الحين لحم ودياي وثريد وهريس، طبعا هذه فيها نسبة كبيرة من النشويات وتساعد أنها تزيد الكوليسترول. يعني أفضل أنه يركز على البروتين أكثر، اللحم الدياي السمك ما في مضرة بالعكس. زين الفطور نحن دكتورة شو نقول لهم؟ لا تبلعون على طول من بداية الأذان، لأن واحد يريح على مراحل بطنه. على يأخذ تمر ولبن ولا تمر وماي ويروح يصلي ويرد مرة ثانية. صحيح يكمل. صحيح.
فليش نحن نقول هذا الكلام؟ حد من الناس يقول لا مرة واحدة ما نفطر وما ناكل وهذا صحيح ما صحيح، وهذا غلط، هذا أكبر غلط. أنت ما يستشبع بمجرد شعور بالتخمة لساعة أو ساعتين بترد تيوع وبترد تخربط، فهذا هو الغلط. صحيح، ويأذينا وقت الصلاة كده شوية هذا. عموما السلام عليكم، أنا وزني 108 وطولي 173، عاني من منطقة الكرش. الدكتورة قالت لك الرياضة، المرأة الحامل كم لتر تشرب من الماء أو السوائل دكتورة؟ على حسب حق ثنينة صح الكلام؟ لا يعني كل ما شربت ماء وسوائل أكثر كان أفضل لها، بس يعني مو بالكمية الكبيرة، يعني لتر ونص إلى لترين على حسب احتياج الجسم. انزين، يقول ليش المرأة تسمن من الحوض أكثر من أي منطقة أخرى؟ الحوض هو أكثر مكان في الجسم مهم للمرأة لأنها تحمل وتولد، فعشان تي هاي المنطقة تكون أكثر عرضة للسمنة إذا ما حافظت عليها. صبحكم الله بالخير من إدارة التنظيم الصحي، ها ما شاء الله عبود دائما يتابعنا، يعطيكم الصحة والعافية. نبغي برنامج توعوي عن الأكل في رمضان، لأن الناس بدأت تشتري المنتجات الغذائية بكمية كبيرة خصوصا في الجمعيات. صح كلامك علي، فنحن إن شاء الله بتكون عندنا فقرة تغذوية يوميا في البرنامج. الخيار بالسحور شو رأيك؟ بروتين نفس ما قلنا، مشتقات الألبان، هاي الأشياء تأخر الجوع، ما تشبعك يعني بس تأخر الجوع لين الفطور إن شاء الله. طيب هل صحيح أخذ ملعقة من الزيت الزيتون في الصبح ينزل الكوليسترول؟ ما ينزل الكوليسترول بس هو مفيد، لكن ما يساعد إنه بشكل مباشر في تنزيل الكوليسترول، هذا مفهوم خاطئ. انزين، لانه وايد كانوا يتكلمون عن هذا الموضوع ان زيت الزيتون واحد ياخذ له خاشوقه كل يوم، وايدين عريج يون يقولون نحن ناخذ زيت الزيتون عريج وايد مرتاحين وايد مستفيدين، ما في مضره بس غير مباشر في تنزيل نسبة الكوليسترول في الدهون، يعني هذا هو مفهوم خاطئ. انزين، ناخذ ابو محمد. صبحك الله بالخير ابو محمد. السلام عليكم. السلام، يا هلا. لو سمحت دكتورة لو سمحت، تفضل يا سيدي تسمعك. بالنسبة إلى رقص الأنسولين مرتين في اليوم، مرة الصبح ومرة الساعة 7 أو 8 في الليل، في رمضان كيف حاخده؟ شكرا لك. يعتمد، إذا هو يأخذ مرتين مرة الصبح ومرة المساء، فاللي بيستوي أول يعني عند الفطور وعند السحور. بس إنه يعني ينتبه ويشيك السكر، إنه ما يكون يستغير عنده هبوط أو ارتفاع في نسبة السكر. وايد مهم، حتى بالنسبة أنا منسوي حلقة كاملة عن هذا الموضوع أبو محمد إن شاء الله في القريب العاجل، عن موضوع السكري والصيام، لأن هذه من أكثر الأشياء اللي نسأل عنها. وايد مهم أنك أنت تشوف مؤشر السكري، إذا نزل عندك لا تكمل، إن شاء الله باجي على الأذان 5 دقائق صحيح تفطر تأخذ الجرعة مالتك، لو باقي 5 دقائق على الأذان لا تيود عمرك تقول أنا صبرت طول اليوم وكذا، لا لأن ممكن تدخل في مضاعفات، في مضاعفات وايد خطيرة، فهذه مسألة وايد مهمة. نقول حق أبو محمد وأي حد عنده يعني سكري الله يعافيه ويشافيه، بس بالنسبة للصيام هذا الموضوع هذا، وإن شاء الله يا رب يعني الله يقدرهم إن شاء الله ويكون في ميزان حسناتهم، طبعا لجر مضاعف بالنسبة لهم الأمانة يعني. صحيح. وراجعوا الطبيب قبل رمضان، الكل يراجع طبيبه يسأله ويشوف ويقيس ويهتم المؤشرات اللي موجودة عنده. ناخذ أبو عبد الله الدكتورة. صباحك الله بالخير أبو عبد الله، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور السرور، تفضل يا سيدي. دكتور أنا الله سلمك عملت عملية الركب والحمد لله زين يعني نجح، بس أخذ في اليوم 4 كوب ثوم مخلل. مرة ثانية أبو عبد الله شو تأخذ؟ ثوم. إيه ثوم. مخلل، ثوم طبيعي، ثوم مخلل كل يوم 3 حبات أو 4 حبات عريق. عريج. هل نضرب صح ولا أول يعني مفيد؟ زين. يوم يجي من سيد فير هذا الثوم مخلل من شو اسمه؟ هذا عادي. بالسؤال. الثوم نفس يعني الثوم عادي ولا مخلل الثوم؟ لا مخلل. مخلل الثوم. شو الأفضل، ياخذ مخلل ولا عادي؟ العادي أفضل. خذ عادي. خذ العادي أفضل، لأن المخلل فيه نسبة عالية من الصوديوم الأملاح. أيوة. تأخذ الثوم العادي، لا تأخذ المخلل، لأن المخلل فيه نسبة عالية من الملح.
ابو عبد الله اسمعني من التليفون اذا بتسمعني او او, أو زين هذا سؤالك الوحيد ابو عبد الله، في عندك سؤال ثاني؟ زين اتمنى انه يسمعنا الدكتور. تقولي له لا ياخذ المخلل، ياخذ الثوم العادي، الفص هذا العادي، العادي يبلعه هي. على الريج، لان المخلل فيه ملح، ملح وصوديوم عادي، نسبة الاملاح تكون وايد وايد عالية، واذا كان بيصوم فهذا لو يقول على الصبح ياخذ، وبياخذ على الصبح معناته بياخذه، بيكون اول شيء بياخذه على الريج بعد الفطور. اي زين، هل صحيح اخذ ملعقه من زيت الزيتون في الصبح ينزل الكوليسترول؟ جاوبنا على هذا السؤال دكتوره صح؟ اي زين، صبحكم الله بالخير، اسعد الله صباحكم، صوت المتصل غير واضح يعني سامحونا، نبغي برنامج توعوي عن الاكل، قلنا ان شاء الله بنسويه. طيب كان في سؤال والله سالت شيء انا نساني ابو عبد الله، شو كان؟ تذكرينا؟ تذكر عيسى انا شو كنت اتكلم قبل؟ هي مال السكري. الحين الدكتوره هذا كان يتكلم عن الابر مال السكري. زين، بالنسبه اللي ياخذ ادويه هي كيف يقسمها في رمضان؟ نفس الشيء، اذا كان ياخذ دواء ثلاث مرات قال لي الدكتور خذه ثلاث مرات من الصبح الى المساء، بيصير من الفطور الى السحور. يعني اللهم بس غيرنا نحن التوقيت، بدال صبح ومثلا الظهر والليل، ثلاث مرات يعني كل ثمان ساعات. وبعدين يعتمد على نوع الأدوية، ويعتمد على نوع الأدوية، هل هو يحتاج هاي الأدوية في أوقاتها أو أنه عادي ما يتعارض مع وضع الصحي أنه يروم يأجلها لبعد الفطور. طيب يقول صباح النور والسرور، بس عندي سؤال، حامل بالشهر السادس وعندي سكر حمل، كيف نظام اللي أتبعه؟ أول شيء وايد لازم تحاسب على الوزن، تخفف من النشويات أو السكريات في الأكل، أكثر أكل لازم يكون بروتين ألبان عشان الكالسيوم، ونكثر من السبلمنتس اللي تعتمد عليهم الفيتامين دي أو الكالسيوم. تسمع يا نمر؟ زين، هاي نصايح تغذوية مهمة. زين عموما شو تنصحين السحور الصحي؟ تكلمنا فيه، قلنا مشتقات الألبان، عشان اللي سمعوا مشتقات الألبان والأجبان، البروتين، النشويات اللي أول حنقول الكربوهيدرات المعقدة مثل الشوفان، الخبز الأسمر أو النخاع الكامل، هاي الأشياء اللي هي تخفف الجوع وتأجل يعني عملية الجوع إلى ما بعد الفطور إن شاء الله. طيب دكتورة شو الوزن المثالي؟ نحن دائما لما نقول الواحد لازم يكون وزنه مثالي، شو هو الوزن المثالي؟ الوزن المثالي اللي يناسب طولك على وزنك وهيئة أو بنية جسمك، وفي نفس الوقت تكون صحي. ما في وزن مثالي يعني بشكل يعني عشوائي، ما نقدر نقول أن هذا وزن مثالي، أهم شيء صحتك تكون سليمة. زين، هبة تقول أنا بتابعكم بذاكر، شي قايل؟ شي قاعد تتابعين أو تذاكرين؟ يستوي دكتورة؟ واحد من الاثنين، يا نحن يا المذاكرة. زين، لو سمحتي دكتورة عندي ارتفاع في ضغط الدم وآخذ حبوب الثوم على الريج وما أعطوني دواء. يمكن ارتفاع الدم عندها مب يعني قالوا خفي بالنسبة، هي بالنسبة العالية اللي تحتاج أدوية منتظمة، نسبة الدهون، نسبة أنواع الأكل اللي فيها الصوديوم أو الأملاح، وطبعا شيء أساسي تنزيل الوزن والرياضة. ناخذ آخر مداخلة معانا أبو سعيد. أبو سعيد تفضل، لأن عندي الوقت يعني خلاص خلص، بس قلنا ما منخليك. ايه تفضل. السلام عليكم. سلام، بس انا سؤالي ما ادري انتم اسئلتكم عامه ولا. تفضل ابو سعيد اسال انت. لا اتكلم عن تطعيم الاطفال، يعني سمعنا في الاونه الاخيره انه في نسبه من الزئبق او شيء مثل هذا ما يسبب، ولو تلاحظ ان عندنا هنا تقريبا يعني 16 17. ابو سعيد وين سمعت هذا الكلام؟ وزاره الصحه قالت لك هذا الكلام، هيئه الصحه قالت لك هذا الكلام، هيئه الصحه في ابو ظبي قالت لك، اي وزاره حكوميه في العالم قالت لك هذا الكلام ولا كلام انترنت؟ لا يعني انا اللي سمعته من الدال، بس انا بغيت انا شو اقول لك الحين؟ اي قاعد اقول لك، شو هذا كلام انترنت ولا كلام سمعته من جهه حكوميه او جهه معترف فيها او منظمه الصحه العالميه قالت هذا الكلام؟ صح ولا ابو سعيد؟ سؤالي يعني التطعيم من ايش مكون هذا، وشو سلامه الطفل في اخذ اذا ثالث؟ زين انا يعني مو من اختصاص الدكتوره، لكن من حلقات سابقه نحن تكلمنا في هذا الموضوع. شاكر لك انا ابو سعيد على هذه المداخله، واوعدك ان شاء الله بعد كذلك ما نعيد ما نتكلم مره ثانيه عن هذا الموضوع. ولكن باختصار التطعيم عباره عن هذا الفيروس دكتوره ماخذين جزء منه بشكل قليل على اساس
انه الجسم يتعرف عليه ويقاومه. فهذه فكرة التطعيم. والحمد لله يعني التطعيمات يعني قضت على الكثير من الأمراض. يطلعون دائما دكتورة على الإنترنت ويطلعون ببعض الإشاعات وأشياء أنه خلي موضوع التغذية بعدها متروس إشاعات عن تعال وهذا المنتج يساعدك في التخسيس في رمضان، هذا المنتج ما أدري شو يسوي لك، والناس يروحون بصراحة. فنحن نقول لكم هني يا جماعة الخير خذوا المعلومات من أصحابها نحن انتهى الوقت معانا، لازم تخصصون حلقة عن الإشاعات. هي والله صدقك. عموما شكرا على النصيحة، جزاكم الله خير وبرنامج مفيد، الله يعطيكم العافية. الله يعطيكم العافية جميعا مستمعينا ومتابعينا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. إن شاء الله بتبتدي العيادة الذكية بعد قليل على الساعة 11 تقريبا، اللي حاب يتابع تفاصيل العيادة الذكية عن مركز الإخصاب والأمراض النسائية بيكون على الأكاونت DHA_Dubai. شكرا لك دكتورة عليا شواب أخصائية تغذية علاجية بمستشفى راشد، دائما ما تنورينا في البرنامج. شكرا لك دكتورة. الله يسلمك. مشكور. إذن حتى نلقاكم إن شاء الله في الغد، تقبلوا تحياتي محدثكم محمود يوسف، كان معنا في الإخراج عيسى سبيل، وفي التنسيق المبدعة دائما ميرا الغفلي. دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.